عباد الله، الله عز وجل أراد أن يحدث هذا الاختلاف لحكمة. الحق عند الله عظيم، وأهله يكافؤون بسلعة الله الغالية، وهذا لا يكون لكل أحد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم ليظهر الحق بالمدافعة، خلقهم ليكون هناك فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حكمة إلهية عظيمة للغاية، عظيمة جدا. وإذا قال قائل مسائل العقيدة والأصول عرفناها، طيب المسائل الفقهية هل الحق فيها واحد أيضا أو يتعدد؟ فالجواب بلا ريب أن الحق فيها واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: الحق واحد في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. بمعنى لو طرحنا مثلا مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فعند العلماء يوجد أقوال، علماء أهل السنة أنفسهم يوجد أقوال، منهم من قال لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، لمس بشهوة، لمس بدون شهوة، لمس بحائل، لمس بدون حائل، ينقض الوضوء. منهم من قال لمسها بدون حائل يعني مباشرة البشرة على البشرة هو الذي ينقض، ولم يفصلوا بشهوة أو بغير شهوة. ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء إلا باللمس بشهوة. ومنهم من قال لا ينتقض وضوء اللامس بشهوة حتى يخرج منه شيء كمني أو مذي، فإذا خرج شيء انتقض الوضوء، ما خرج شيء ما انتقض الوضوء. هذه مسألة خلافية ومبنية على أصلا على فهم آيات. لامستم النساء في قراءة لمستم، لامستم جامعتم ولا لمستم يعني لمس البشرة البشرة أو ماذا؟ طيب النساء فيهن الأجنبية، فيهن الزوجة، فيهن المحرم. ولو تكلمنا فقط على موضوع الزوجة مثلا لنضيق المسألة، فيها هذه الأقوال السابق ذكرها. طيب الحق عند الله في هذه المسألة ما هو؟ كلها صح عند الله، كلها صح. لو كانت عند الله كلها صح ما يحتاج القضية إلى تحري واجتهاد وبحث، وأي واحد يأخذ مشي أي شيء. لكن نص العلماء على أن الحق عند الله واحد حتى في المسائل الخلافية، ولكن صارت خلافية لأسباب، منها واحد بلغه الدليل، واحد ما بلغه الدليل، واحد صح عنده الحديث، واحد ما صح عنده الحديث، واحد فاهم الحديث بالشكل الفلاني، واحد فاهم الحديث بالتوجه الفلاني، واحد جمع بين نصين فأنت جمعنا، واحد أخذ نصا واحدا والآخر لم يعتبر عنده مثلا، أو لم يصح، أو لم ليس هو في الموضوع، ليس داخلا في الموضوع عنده أصلا، متعلق بموضوع آخر. وهذا هو الاجتهاد، وهذا التفاوت في عقليات العلماء، وهنا يظهر العمق، وهنا يظهر الفقه، وهنا تعرف يعني عظمة هذا الدين الذي فتح الباب للعلماء للاجتهاد. لأن الأعداء يقولون يعني إذا كان عندكم كل شيء واضح، إذا ما في تفكير، وين الثراء الفكري؟ تعالوا نريك الثراء الفكري، انظر كتب الفقه اللي عندنا تتبين الثراء الفكري. طيب المسألة هذه على سبيل المثال، المجتهد يجتهد ويستخرج الحكم، طالب العلم يتبع العالم بالدليل، يرجح إذا كان صاحب ترجيح، والعام يقلد، يسأل عالم من يثق به ويقلده، ولا يطلب من أكثر من هذا. وبما أن المسألة في قضية خلافية والخلاف فيها معتبر، يعني ليست مثل قضية مثلا السحر جائز ولا غير جائز، السحر حرام بالإجماع، ليست هذه مثل قضية الاستغاثة بصاحب قبر يعني يقول يا فلان اعمل لي كذا، هذه بالإجماع حرام وشرك منتهى أمر، ما يقبل فيها الخلاف. لكن هذه يقبل فيها الخلاف ويقال نتناقش ونتحاور ونتباحث ونحاول الوصول للراجح. هنا الابتلاء بقضية الوصول للراجح، وهنا
تظهر قضية المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران، وبذلك تتفاوت مقادير العلماء عند الله، فهذا أصاب الحق عند الله في كذا بالمئة من المسائل، هذا أصاب أقل، هذا أقل، فتظهر الرتب. معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة رمية حجر، الأئمة الأربعة هؤلاء الفقهاء الكبار في الأمة مع النبيين والصديقين والشهداء، قالوا الشهداء العلماء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية ويشهدون لله بالحق وعلى هذه الشريعة، وبالتالي فهناك قول واحد عند الله هو الصحيح هو الحق. لكن الآن في الدنيا هناك اختلاف فيه، فسابقوا لمعرفة الراجح فيه. هذه القضية من القضايا التي لا يستطيع أحد أن يقول مثلا هذا الحق هنا وكل الآخرين على باطل، لكن يقول هذه أرجح، هذه أرجح. ولذلك قال الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. ماذا يفعل المنافقون؟ يسحبون القضايا هذه الاجتهادية إلى القضايا المجمع عليها ويقولون تلك خلافية، وهذا المكر وهذه الزندقة وهذا أصول العمل الشيطاني. وأيها الإخوة، قضية الدعوة للحق وبيان الحق في التوحيد والدين والمسائل الكبار وما أجمعت عليه الأمة قضية مهمة جداً، وفي أشياء لا يجوز الخلاف فيها إطلاقاً. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض خوض الصحابة في بعض المسائل كالخوض في قضايا القدر وهو سر الله في الخلق. هل تصدقون أن الروح قد وصلت الأقوال فيها إلى 2800 قول، مع أنه لا يجوز الخوض فيها أبداً، سر الله في خلقه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة، نحن نتفاءل بقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطعن الأصنام وهو يطوف حول الكعبة. نحن نعلم أن الحق يعادى، وقد قال ذلك الكافر لأخيه الكافر لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما موقفك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذه العداوات لابد أن نتحملها حتى نصل إلى الجنة سالمين، ولا يسلم إلا من لقي الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا الحق وثبتنا عليه يا رب العالمين، نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور، وأن تصلح لأئمة وولاة الأمور، وأن تغفر لنا أجمعين يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.